ايه يا علي؟ يلا قوم احبسني يا صالح واربطني في السرير. ماتخافش يا عم، حبيبي انا جنبك مش هسيبك لما السجن ده يطلع من جدتك. اوعى الشيطان يلعب في دماغك ويقول لك اصل البت دي يعني كانت ماشيه كده ولا كده ولا انت سمعت الحاجه. انا عايزك تثبت على موقفك. البت دي رجوله وجدعه و... شوقي مفيش حد فينا صفحته بيضاء يا شوقي، واخد بالك انت؟ جبر وشره حاجه والناس دي حاجه تانيه خالص. جبر اخره فلوس، لكن دول سكه تانيه خالص. الواد لو ضاع مني مش هلاقيه، مش هيعرفني ولا هيعرفه. استغفر الله العظيم، بقى عليها كانت ماشيه في اليخ ده بربنا. صالح يا علي تعبان، تعبت قوي. طب شوف يا دكتور ماله؟ خدوه يا جماعه دلوقتي. بيقول لك تعبان، الواد تعبان. مالك يا علي؟ اهدى يا صالح، اهدى يا صالح. خلاص تعبت ورنا هنرجع مصر، محدش عارف يوصلنا، محدش عارف يوصلنا. اسمعني بس يا صالح، الناس دول خلاص وصلوا لنا. ولا عادل في مستر كده بتاع العربي كان اسمه مش عارفه اسمه محمد ولا احمد، في يوم زعق لي جامد قوي واحنا في الطابور، كان عايز يضربني بالخرزانه. هو انا بيني وبينك انا عارفه ان انا كنت شقيه، بس هو برضو يوميها كان اوفر قوي. يعني انت يوميها طلعت تجري وتصرخ من وسط الطابور تقول محدش يضرب هند. هندي دي اختي الوحيده اللي ماليش غيرها. كان اسمه محمد. ايوه على فكره انا يوم هاد كان قلقانه جامده قوي. ايه ده بجد؟ بس جالي الفصل وصالحني وقال لي برافو عليك، انت بتاخد بالك من اختك واحنا بنعمل كده عشان بنعلمكم. فاكر ايه؟ وجاي لي انا كمان على فكره بعديها وقال لي انت بنت كويسه جدا ومتربيه كويس قوي، بس انت شقيه حبتين، يا ريت بقى توفري طاقه الشقاوه دي وتذاكري كويس. وقال لي انا مبسوط قوي بحاله الحب اللي بينك وبين اخوكي دي. عارف يا علي، رغم ان احنا فرق السن بيننا مش كبير خالص، بس ساعات كتير قوي كنت بحسك ابوه. صدقي بالله انت لا إله إلا الله، أنا طول عمري بعتبرك أمي. الله يرحمها. هي أمنا دي هي اللي ملحقناش نشبع منها بجد. أخوك خد إخواتك وسافروا بدري أوي يا علي، كان عامل زي الرجالة اللي بيلفوا العالم، ولما يتعبوا يجوا يستريحوا في مصر ويرجعوا يلفوا تاني. مش حبيت السفر، طول عمري كنت ما بحبش الفكره دي، فكره اني ابقى لوحدي، لا حد بيسال عليا ولا حد بيهتم بيا، ابقى متضايق ملاقيش حد اتكلم معاه، ابقى فرحان ملاقيش حد احضنه، ابقى عيان ماليش حد يجيب لي ميه ولا حتى يلق عليا. هو اللي غصبني، هو اللي غصب عليا، ما كنتش عايز. اهو كان عايزك تجمد يا علي، كان عايزك تكبر وتتحمل مسؤوليه. الله، اهو اللي حصل حصل. على رأي اللي قال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طب شفت اهي الغربة والسفر طلع ليهم فايدة، هم خلوك فيلسوف. بس ليه يا عم بقى الفلسفة المتشائمة دي؟
ليه ما تبقاش متفائل كده وعندك امل في بكره؟ لازم يا علي يكون عندك ايمان بربنا، لازم تبقى مصدق ان بكره احلى واجمل. تفتكري انت؟ افتكر جدا ان شاء الله. صدقني يا علي، صدقني انت هتقدر تتغلب على كل ده وهترجع تاني علي ابو ضيف، الشاب الجامد اللي قلبه مليان قوه وحنان وحب يكفي كل اللي حواليه. طب واحنا رايحين بعيد ليه؟ ما تشوفني انا اهو قدامك. عندك انا مثلا عشت طول حياتي وحيده، كانش في اي حد معايا، ولك ان تتخيل بقى كم المشاكل والمتاعب اللي تعرضت لها. اه طبعا ربنا سبحانه وتعالى كان بيبعت لي ناس تبقى جنبي وبتساعدني، زي نوسة مثلا، كانت دايما بتعتبرني اختها الصغيره، وانا بصراحه كنت بلجأ لها كتير في المواقف الصعبه اللي ما بعرفش اتصرف فيها لوحدي. بس في النهايه برضو، في النهايه كان دايما احساس الوحده والغربه ده بيموتني. بس عارف عملت ايه عشان اتخلص من كل ده؟ كان عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، كان عندي ايمان انه هيقويني وهيقدرني. انا كان ممكن اضعف واروح في الرجلين، بس انا وقفت على رجلي وكبرت وانا واقفه على رجلي، وانت مش اقل من اختك يعني. بقول لك ايه، انا حاسه ان انا بقيت قبل النظر قوي. خلينا نغير المود الوحش ده بقى ونعمل اي حاجه. نعمل ايه يعني؟ مش عارفه، بس يعني نفكر في اي حاجه. خلينا مثلا يعني هقول لك، احكي لي حدوته زي الحواديت اللي كنت بتحكيها لي زمان. لسه فاكره؟ ايوه طبعا فاكره، هو دي حاجه تتنسي؟ كبرت يا هند، كبرت على مواضيع الحواديت دي. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. متشكرة قوي قوي يا حسين. متشكرة؟ متشكرة على ايه يا سمسم؟ على كل حاجة عملتها معايا يا اخويا. يا بنت انت عبيطة، هو في حد بيشكر نفسه على حاجة عملها لنفسه؟ ده انت كل مدى بتزيد في عينيا غلاوة أكتر وأكتر. في عينيكي بس؟ عيني في عينيك كده بنت؟ يوه، عيني في عين؟ أنت عاوز تكسفني ولا إيه؟ يا أختي يا لهوي عليك، يعني البت بتتكسف؟ ده أنت ناجحة يعني قد كده. والله العظيم بتكلم جد، أنا مش حاسة بنفسي دلوقتي. أنا مش سمسمة اللي أنت تعرفها ولا أنا أعرفها. فيها سمسمة مالك؟ والشقة مسكونة وأنت اتلمستي ولا اتسخطتي جنية يا بنت الجنية؟ يا حسين، ده انت طلعت جدع ابن اصول متأصل. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، ما تقوليش اي حاجه. بصي لو انت مزنوقه في حاجه يعني تقوليها، انت تغني وانا لحنك، او انا طبل وانت ترقص، يعني اللي جود في اي حاجه حلوه. جدعنتك معايا ووقفتك معايا تساوي الدنيا دي كلها. تصدق انا حبيتك بجد يا حسين. تكذبي صح؟ تكذبي على ايه عشان ده منظر ما يتحبش؟ والله العظيم بحب. انا اللي بموت فيك ده، انا ممكن اقع منك. بقوم مهري مهري. بصي انا خلاص خدت قراري، اول ما صالح وعامر يرجعوا من السفر وعلي ان شاء الله يخف، هتجوزك وش على طول كده. ربنا يرجعهم لك بالسلامه. وصالح جدع وشهم وابن اصول ويحب لك مصلحتك، وهيلمنا على بعض. كفايه يا بت، كفايه كده كلام على صالح، انا كده غير. بس انت عارف، مش عارفه الفار كده بيلعب في عبي وقلقانه. فين الفار ده؟ قلقانه من ايه يا بت؟ عمرك ما تقلقي، طول ما حبيبك حسين جنبك مفيش حاجه هتحصل وحش. اصل هند يعني متعلمه وساكنه على الكورنيش ومتجوزه اسباني. متجوزه اسباني؟ ما ملوش لازمه بقى الكلام ده. واسباني يعني عشان يعني هند دي البت هند دي جدعت الجدعانه كلها، دي هنا من الحاره ومتربيه في الحاره، ما تقلقيش منها خالص. دي زي انت هتبقى زي اختها.
عارفه يا اخويا عارفه، بس انا خايفه يعني لا مؤاخذه انها تعايرني يعني عشان انا مش متعلمه. كرابت، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ تعايرك عشان انت مش متعلمه؟ سمسمه انت كفايه حلاوتك، في كفايه جدعنتك يا بنت، ده انت مش ب 100 راجل، ده انت ب 1000 راجل. عارفه لو البت هند دي ما كانش عندها مشاكل ومشغوليات وكانت عرفت قصتك دي كانت جت بقى هنا ووقفت معاكي. عارفه والله يا اخويا، اصل انا الحجز كده خلاني مش متظبطه ومش موزونه، خايفه افرح تحصل اي حاجه وحشه. الحجز، الحجز ده كان حريم ولا رجالي؟ لا يا حبيبتي، هو على العموم يعني ازاي، عمرك ما تقلقي ولا اي حاجه، ان شاء الله هتحصل طول ما حسين حبيبك جنبك، ان شاء الله باذن الله ما فيش حاجه هتحصل، انا في ظهرك. بص بقى يا قمر، ما دام يعني احنا الموضوع وصل للجد والنقطه الفاصله، يعني كان في شويه طلبات كده مش شروط ولا حاجه ليا يعني. اؤمر يا حبيبي. ده انت اللي حبيبك، حبيبك بجد، احنا بتضحك على بتحبيني؟ والله العظيم بحبك. ليك الجنه ورب، انا بحبك ده، انا بموت فيكي. طب اولا نمره واحد بقى، العصمه لازم تبقى في ايدي عشان انا راجل، ولا ايه رايك؟ طبعا، وسيد الرجاله كمان. ثانيا بص يا سمسم بقى، انا هتجوز سمسمه حبيبتي مراتي اللي هتبقى ام عيالي، مش هتجوز المعلمه سمسمه بتاعت لا مؤاخذه الكوافير. المختصر الكوافير ده يوك. ماشي ثالثا، تحبيني زي ما انا بحبك واكتر كمان، بس انا بقى ليا طلب قد كده. انت تأمري، تأمري. لعب كوتشينا يوك، شرب وكل حاجه يوك يوك. اليوك اللي تأمر بيها قمر، بس انا كان في يعني حاجه كنت عايز اسالك عليها، قلقان منها ومكسوف. يكونش الحجز؟ لا حجز ايه، انا واثق فيكي. هي يعني ايه كلمة يوك اللي بنقولها من الصبح دي؟ ايه يا رحان؟ في ايه؟ عامر ما تحركش ليه لغاية دلوقتي؟ طب بنجهز السلاح ليه يروح بيه الصبح؟ طب ما تخلص يا رحان، الجماعة مستعجلة جدا. ماشي الحال. اتفضل. ايه يا استاذنا؟ هفك شوق ولا ايه؟ على رأي نجاة، ما احلى الرجوع اليه. هو انت؟ ايوه انا، بس اهم حاجه ابرز المعلومه، كل شيء يبقى مفهوم. وأنا جاهز. والله أول ما عرفت اللي حصل لك ما كدبتش خبر، وخدت في وشي وجيت لك على طول. أخدت في وشك ولا أخدت في دماغك؟ يا بيت هتعمليهم عليا أنا برضو؟ ده انا عجناكي وخبزاكي. لا تعالي نقعد في الهوا، الحبتين دول انا بعملهم يا اختي على زبايني في المحل. مالك يا بنت يا سمسمه كده مش مصدقاني؟ يا بنت والله العظيم اول ما نوسه قالت لي روحي يا بنت يا نوجه اطمني على اختك سمسمه، مفيش، جيت على طول عشان اطمن عليك والله العظيم. يعني زي ما بتقولوا كده عندكم هنا في القلعه لا مؤاخذه يعني كنتي بعافيه شويه. وحياه امك، عندنا هنا في القلعه؟ طبعا، ما احنا اتزملكنا خلاص يا بنت محروس المكواجي. ما تتلمي بقى، وبعدين انا جايلك ضيفه هنا وجايه افضفض معاكي شويه، مالك في ايه؟ ايوه اعملي يا بنت فيها ضيفه وتعوجي عليا كمان وكمان. ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. لا يا اختي ما نسيناش اللي اتقرا، بس انا برضو بهزر معاكي يا سمسمه. بنتي يا نوجه خشي لي جد في الموضوع. والله العظيم انا جايه اطمن عليكي بجد بعد الغاجة يعني اللي حصلت من الجدع اللي اسمه مجد سمين ده، بس الحمد لله ربنا نصرك. الحمد لله،
وكتر خيرها البت نوسه كلمتني واتطمنت عليا وبعتت لي كمان محامي، بس انا ايه؟ الحكومه برئتني، ما انت عارفاني كويس. اه عارفاكي كويس طبعا يا اختي، يا بت ده انت اشرف من الشرف. اي نعم يعني لسانك طويل شويه وزي الفرقلة، بس بت ب100 راجل وجدعه وكل حته عارفه عنك ده كويس قوي. عارفه يا بت يا نوجه، انا بقول الحمد لله عشان انا بقف مع كل بنات وستات الحته من غير ما عاوز منهم اي حاجه، عشان كده وقفوا معايا. منه لله بقى المؤذي اللي اسمه مجدي سمين بتاع المخدرات ده، وعلى راي المثل عامل تعامل. ده راجل رخم، وشه كان بينقط غلاسه كده. انا معرفش يا اختي الحته كلها كانت ساكته عنه ليه، وعارفين انه معفن وحرامي ونصاب وبيسمم العيال، ربنا يقسف عمره. يلا او راح في 60 داهيه وخلصنا منه. استني يا بنت، سمعت انه كان بيرمي بلا عليكي وكان عايز يتجوزك بالعافيه. قطع ولا كنت حتى هوافق بيه؟ ده ايه المعفن بتاع الحرام ده؟ عارفه يا بنت، ده كان بيبيع لحمه حمير على اساس انها لحمه راس. ده انت كنتي بس تعدي كده قدام المحل يا اختي، استغفر الله العظيم، ما تقدريش ايه؟ اف ريحته وصلتلي. المهم يا اختي هجرف 60 داهيه. انا محرجه منك قوي والله يا سمسام، بس نوسه اختي قالت لي ان انت مش هتكسفيني. قولي يا بت، احنا ولاد حته واحده واكتر من اخوات كمان. بصي يا اختي، نوسه يعني بعتلك المبلغ ده سلف لحد كده يعني عقبال ما تقومي محلك تاني على رجلك. مسوره يا حبيبتي والحمد لله، فعلا انتوا عيال جدعان. المهم طمنيني انت جوزك عامل ايه؟ كويس يا اختي الحمد لله زي القمر. المهم سمعت كده طرطيش كلام يعني عن السحاسيحو. السحاسيحو ده ايه يا بت؟ السحاسيحو يا ولا عليا يا بت. الله، ده انت مراقباني بقى، وهي اخبار بتوع القلعه بتوصل لبتوع الزمالك؟ استني يا بت، سامعه ان الواد غرقان لشوشته. مش قوي يعني. على نوجه يا اختي، يا بت ده انا حافظاكي صم. بصي يا بت يا نوجه، الصراحه هو بيحبني ومش عاوز مني اي حاجه. طب واللي فاتوا يا سمسام؟ لا يا اختي، كنت دايما بقول ضل راجل ولا ضل حيطه، لغايه ما وقعت في الموكوس اللي اسمه ناجح ده. طلع ولا راجل ولا ضل حيطه ولا حتى خيال مآتة، بس قلت اهو يسندني من كلام الناس ولا حد يترزل عليا من اللي يسوى ولا ما يسواش. بس ايه اعمل ايه، اهو اسمه وخلاص، مره جوزي ومره طليقي. لكن حسين ده حاجه تانية خالص، ده راجل ملو هدومه وشهمه وجدع ومش عاوز مني اي حاجه. ماشي، بس انا هسالك سؤال وما تزعليش مني. صالح ابو ضيف يعني هيوافق؟ صالح ده زينه رجاله القلعه دي كلها، ده الدولي يا بت، وكل بنات الحته تتمنى دفر، شهم وجدع واخويا الكبير وعمره ما داسلي على طرف. ومساله بقى يوافق ولا ما يوافقش حاسبها مع الوقت يحلها. ماشي يا اختي، خلينا بقى في موضوع حسين بتاعك. ها هتفضلي تلوعي في الراجل كده لحد ما يطير منك ولا ايه؟ يطير مين ده يا روح امك؟ ده انا سمسامه. ادعي لي انت بس ان ربنا يتمم لنا على خير. يا رب يا اختي يتمم لك على خير ويخليهولك، اصل يا بنت الحب حلوه قوي. سألينا انا. اتنين بلدياتنا مسكون بيلعبوا رفه بغطا بلاعه. رخمه قوي ده. الاكل جه. جبت لك كباب وكفته من ابو رحاب نفسه. تسلم حبيبي. يلا تعالى ناكل بقى يلا. استنى! روح انت! ايه علي؟ عيب عليك يا اخي، ده احنا متربيين ولاد اصول. إيه راجل قد ابوك ومنزله بيتلصص وسارق الكباب وجاي وتقول له امال هنعمل ايه يعني؟ هياكل ده ياكل معانا؟ لا مش هياكل، هيتفرج بس. خلي بالك انت ماشي بقى. بس بص، احلى كباب وكفته هتاكلهم في حياتك. والله العظيم. الله، ايه ده؟ افتح كده. ما كنتش وحشني يا حسين. ده انت اللي وحشت قوي عليه. والله وحشني قوي. كباب وكفته برضه. الله، ده وعيش كمان. ده احنا هنزيد. الله، ايه ده؟ وريتش يا الهوي يا الله. الله، كفتته حلوه على فكره. والله العظيم. والريشه تحس انها بتعزف لو في ريشه في حواليها. عمرك ما تتغير يا حسين حبيبي. عليوه. الله الله عليا. جميلة هات الكفتة. لا السلطة ملناش فيها. الله، حلوة أوي، حلوة.
رايح علي، ارمي الزفته اللي في ايدك دي وكمل اكلك يا اخي، حرام عليك ده اذا كان الدكتور ملعق منها. انا مش هتكسف حسين، وبعدين عايز اقول لك انا دايما بحس ان انا نفسي مسدوده ومش قادر اكل، لو كلت زياده ممكن ارجع على فكره. لا ترجع بقى ونفسي مسدوده، ده اعراض حمل دي ولا ايه يا علي؟ ايه يا علي مالك يا علي؟ ما تهزرش بقى وكل معايا يا اخي، اطفي الهبابه دي يا اخي. مش قادر والله، هتكسف يعني منك يا حسين؟ كل انت الف يا ابني يا ابني، انت بتتعالج لازم تصبر طولك وتتقوت. بص يا حلوه، الاكل ده اساس كل حاجه في الدنيا، عشان تبقى حلو لازم تاكل، عشان تتعالج لازم تاكل، عشان تهيص برضه لازم تاكل. يلا كل بقى. الله، ده صالح يا حسين. صالح، الو. ايوه صالح. لا لا تمام، لا مش لوحدي، حسين عندي قاعد بياكل اهو. لا ما انا برضو، انا برضو باكل، انا كويس، اطمن عليا يا صالح، انا كويس الحمد لله. ماشي هسلم لك عليه، مع السلامة. ايه يا حسين مالك؟ ما اكلتش ليه؟ الاكل مش عاجبك ولا حاجه؟ لا يا علوة، الاكل سهل فل يا حبيبي. امال مالك؟ مش عارف علي، انا حاسس ان انا ندمان من ساعه ما رجعت من السفر، والمفروض ما كنتش ارجع ولا ايه مش عارف. وبرضه ساعات بحس ان صالح اخونا هو السبب في كل اللي بيحصل لنا ده، وبالذات انت علي. على فكرة حسين، احنا ما ينفعش نحمل صالح كل حاجة. أنا معاك إن هو صاحب الخطوة الأولى، بس احنا كمان كملنا، ما ينفعش نكذب على نفسينا. وبيني وبينك صالح برضو كبرنا، واحنا من غيره كنا هندوس. عندك حق حلوة، هو زي ما صالح برضه غلط اكيد احنا كمان، احنا اللي عملنا كده. شوف يا حسين، على قد ما انا زعلان من صالح مش عشان حاجه، الراجل مش مقصر معايا في اي حاجه، دفع لي فلوس المستشفى ومش مخليني عايز حاجه، بس انا بعتب عليه في حاجه واحده بس، ما كانش المفروض سابنا، ما كانش المفروض خلى كل واحد فينا ماشي في سكة، كان المفروض لمنا. مش هو الكبير كان المفروض خدنا في حضنه، هو ما عملش كده. هو هي القعدة مالها غمات ليه كده؟ بص احنا ناخد ده وتاخد بدله بقى اصبع الكفته ده. مش قادر حسين. الله الله صدقني هرجع. مش الله قادر. الله يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، يلا يلا اكلي داخل فلفل. اوبا اتفضل يا بطل. يعني يا باشا الكونتينر كده اتحمل ومختوم كمان، وكده البضاعه هتطلع بمنتهى السهوله. خلي بالك يا عامر، لو حد عرف الموضوع دوت هتموت في اللحظة اللي هتفكر ان انت تغدر فيها. بغدر ليه يا باشا؟ يعني هو في راجل بكلمتين برضه؟ انت كده في السليم، واحنا هنجازيك بمئة ألف دولار، رغم ده عمل وطني. عمل وطني ومئة ألف دولار ونص الفلوس في الشنطة اهي. تمام يا باشا. يلا بقى انت خلص موضوعك بسرعة وسيبني لنا احنا بقى الباقي. حاضر يا باشا، عن اذنك بقى عشان ما تأخرش على الوطن. سلام يا باشا. اتفضل يا سلام يا باشا. توكل على الله. تشكر باشا، تشكر.
عامل ايه يا فؤاد؟ عامل الوداع مني. ايه ده بس يا صالح؟ الله، انا هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ لا خليني خف خفيف، انا هلبس والحق. استنى، انا عايزك، عايز اقول لك حاجه مهمه. عايز ايه بس؟ افهم بس، خد خلي ده معاك للامان، وخلي تليفونك مفتوح عشان لما اكلمك ترد عليا. عايز اطمن يا صالح، خلي بالك من نفسك. ها، سلام يا حبيبي. اخويا عدى بقاله قد ايه؟ مرق من شي 3 ساعات. ثلاث ساعات؟ طيب.